السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رجعنا لكم بعمل جديد مع كتاكيتي. راح نبدأ اليوم بالديكوباج على الفخار. يشتغلون وياي؟ سعيد؟ مستعدين نشتغل؟ مستعدين. يلا نبدأ الشغل. أول شيء راح نسوي راح ياخذ كل واحد العمل اللي بيشتغل. ومين راح تشتغل على هذا؟ منصور راح يشتغل على هذا وسعيد راح يشتغل على هذه. صح؟ اوكي؟ اوكي. الحين راح نبدا في الاساس. الاساس اللي هو الجيسو. بداية كل شوي. شوف سعيد، شوف منصور. عشان نبدا نسوي الاساس. شوف. شوف منصور. ساير راد ساير راد ساير راد على العمل، اوكي؟ عشان ما يتم في زيادة ويشكتم. شاطر سعيد، شاطر شاطر صح. سويتي ميرا؟ الحين انا خلصت هذا، بس باقي هذا الون هني. وانا خلصت هذا كامل، باقي الون هذا. خلصنا التأسيس بس بنبدا الاول. الحين نخلي العمل على جنب يجف ونقصص الأشكال اللي احنا نبغاها. والحين عندنا طريقتين للقص. نقدر نستخدم المقص للتفريق، ونقدر نستخدم الفرشاة. الفرشاة مع الموية. مثلا بالمقص نقدر ان احنا نفرق التفريغ اللوني بالهذا ونقص. اوكي، تعرفون التفريغ اللي هو التفريغ العادي هذا. والتفريغ الثاني نجيب فرشاة صغيرة ونحط فيها شوية ماء. هاي الطريقة. أي طريقة تستخدمون؟ أنا بستخدم طريقة الماء. الماء ومنصور؟ هو بعد الماء. رجعنا لكم من جديد في العمل، نكمل ثاني يوم. الحين شو بنسوي؟ الخطوة قبل الأخيرة. أوكي. قبل الأخيرة شو بنسوي؟ الحين عندنا بنستخدم هذا المنديل. شوفوا المنديل، يلا طبقوا وياي، طبقوا وياي. وين رسمات مالكم؟ انزين. الحين يا حبايب في هاي المرحلة راح نحتاج اللصق، وراح نحتاج الرسمة اللي احنا نبغاها. احنا اخترنا رسمات المنديل. انزين، بس انتم تعرفون ان في شو؟ في ثلاث طبقات. كم طبقة في؟ ثلاثة. اوكي، ميرا طلعت اول طبقة. طبقتم صمغ عشان يساعدنا احنا نفتح الطبقات. شوفوا كيف نطلع ثلاث طبقات. هناخذ شوي صمغ في ايدنا. زين، هي هني. طبقوا وياي، طبقوا وياي. شوفوا طلعت اول طبقة. اوكي، ثاني طبقة. من الاطراف امسكوا. زين، هاي الطبقه اللي احنا نبغاها. اوكي، من الاطراف ميرا، من الاطراف. مسكين ترجعي. ما طلعت الطبقه. غطي غطي وافتحي. وما انا طلعت الطبقتين على طول. اوكي صح، هاي الطبقه اللي احنا نبغاها. يلا مع كل هالاشكال نسوي.
نفتح الطبقة. يلا صح ميرا صح دولة ميرا. شو رايك تقدر تسكر؟ اوكي نحط بعدين قصة. ايوه اخر شيء قصة عادي. اوكي شو رايك؟ اوكي الحين شو تسوي؟ حط صمغ مكان الرسمة. حط صمغتي. باي. 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 با